عندي فكرة هلأ خطرت لي. اسمعني، شو عم بيصير معك يا سمير؟ خلص الدوام وصار وقت الطلعة، ما هيك؟ مزبوط. يعني كل الموظفين رح يرجعوا على بيوتهم. مزبوط. مونيها كمان بدها تطلع؟ لهيك انت لازم تلاقي لها بالمصعد. شو بستفاد؟ شغلات كتيرة ممكن تصير بالمصعد. تتذكر آخر فيلم حضرناه؟ شو كان يقول الممثل بهذاك المشهد وقت يشوف البنت وتعلى الموسيقى الرومانسية؟ بيقول هي هي بنحكي بالفيلم بعدين، هلأ قل لي شو أعمل. أنا بدي إياك تلتقي فيها بالمصعد هي ورايحة على بيتها، وبتحكي لها الحقيقة وبتعتذر منها وبتطلب السماح. حكي اللي بقلبك ورح تجي على الحفلة. بس ما رح أقدر أحكي أكتر من دقيقة، وقت يوقف المصعد بشي طابق أكيد هي رح تنزل، وقت أنا شو رح أقدر أعمل لأمنعها؟ قل لي. بهاي اللحظة سمير رح يتدخل بهاي القصة، رح أفتح عليك باب وسكر واحد تاني. شو قصدك؟ أنا رح أفتح الباب تبعك المسكر معنيها، وهالشي قبل ما تطلع من المصعد. اسمعني، يلي رح أعمله أني رح أوقف المصعد، رح أوقفه شوي، وقتها أنت احكي واعتذر منها، وبعدين أكيد رح تحضر الحفلة إذا كنت هون أو بغير بلد. الواحد لازم يعرف كيف يحب. هلأ روح شوفها وبلش عملية إنعاش قصة الحب، وبعدين يلا سمير رح نتأخر، قوم على السريع، لازم نحكي مع عامل المصعد. يلا امشي سمير. يلا يلا. ايه استاذ، مرحبا. نيها انا بعتذر، بس هذا كان الحل الوحيد لحتى اشوفك على انفراد واقدر اني احكي معك. نيها لو سمحتي فهميني، وقت كذبت عليكي ما كنا منعرف بعضنا، بعدين تعرفنا أنا وياكي وصرنا منعرف بعضنا أكتر من قبل بكتير، وبعدين اتطورت الأمور وصرنا رفقات، وصرت رفيقة لباري بوقتها، وبلشت إجي على بيتك، وبوقتها أنا كنت عم حس بالذنب لأني كنت عم كذب عليكي يا نيها، وصدقيني بوقتها كان بدي إجي لعندك وأحكي لك الحقيقة من الأول. نيها لو سمحتي فهميني، هذا الشيء كان مستحيل بوقتها. نيها نيها، انتي شو ما سمعتي شي؟ ما سمعتي اي شي؟ استاذ ياش فردان تشودهر، بما ان ما سمعت شي معناتها كل جهودك راحت على الفاضي، وجهود سمير كمان راحت على الفاضي. هلا ما عاد تطلع علي حتى بعد ما يوقف المصعد، وإذا ما طلعت فيني ما رح أقدر أحكي مع أي شيء. أهلين أستاذ، ليش أنت هون؟ في شيء مشكلة؟ ما أنا مشكلة، بس قصة حب. شو؟ اسمعني ياش، بالمصعد هلا، لهيك لازم نوقف المصعد. تصرف يلا. ليش ما قلت لي هالشي من الأول؟ اللي بأي طابق علقان الأستاذ؟ لك لا لا، القصة مو هيك، لا تتوتر كل هالأدمان وعلقان. هو هلأ موجود بالمصعد ونحن لازم نوقفه فورا. يلا وقفه. ما عم أفهم عليك. عم أطلب منك شغلة بسيطة كتير، المصعد ما نو عطلان هلأ، بس نحن لازم نوقفه، يعني عن قصد. لك سهل كتير اللي عم أقوله، خلص عمل مثل ما نعمل لك. يلا هلأ فهمت عليك. فهمت عليك، بس أنا مستحيل أعمل هيك شي. ليش؟ معقول يا أستاذ عم تطلب مني وقف المصعد والمدير جواته؟ هيك بخسر شغلي أنا. لك ما رح تتقلع، هي خطتنا أنا وياش، أنت بس وقف المصعد. يلا بسرعة يلا. يا أستاذ شو يلي عم بتقوله أنت؟ الناس يلي بتجي لعندي بتطلب مني إني شغلهم المصعد، بس أنت أول واحد بيجي لعندي من شان وقفه. يعني هلأ لازم انبسط لأني أول واحد بيطلب منك هالشي؟ حاجة تضيع وقتي بالحكي، وقف لي هالمصعد بسرعة. يلا خلصني. ما فيني، ما بقدر أعمله، مستحيل. شو قصدك؟ عم ترفض أمري؟ أبداً مو هيك. أنت ما بتعرف. كيف ما بعرفك؟ أنت الأستاذ سمير. يعني أنت بتعرف مين بكون أنا؟ ما هي؟ إيه بعرف إنك المدير هون بعد الأستاذ ياش مباشرة. تمام، معناته أنا عم أطلب منك توقف هالمصعد يلا فوراً. أنا فهمان عليك، بس ما فيني أعمل مثل هيك شيء أبداً. وليش ما فيك تعمل هيك؟ بدي طلب خطي من المدير لوقف المصعد، وإلا مستحيل إني أعمل هيك شيء بأي شكل من الأشكال. معناته مد إيدك، مد إيدك، لا تضيع وقتي. يلا شو عم تعمل أستاذ؟ عم أكتب لك الطلب الخطي. إيه شو هاد؟ ما بتزبط القصة هيك أستاذ. ليش ما بتزبط؟ أنا عم لك وقف المصعد يلا وقفه. ليش استاذ مستحيل اعمل هيك شيء انا. معناها انا هلا رح دق لمديرك،
استنى شوي لالا. اسمعيني. شباك وينو سمير؟ توقيته دائما غلط. مو شاطر غير يضل يقلد لي شو عامل الممثل بالفيلم ويقول لي سخيف. هلا صرت مضطر استنى. تحلق بعيدا تحلق بعيدا. نيها طيري طيري يا عصفورة طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيورة طيري طيري يا عصفورة طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيورة بركض فوق أحفاف الزهر وبنط فوق أحجار النهر وبخبي بشعري بشورة طيري طيري جاي على بالك الطيري يا خالتي طيري طيري يا عصفورة طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيورة هذا هو الزير؟ ايه استاذ ما بدك توقفه ما؟ أبداً متأكد؟ مستحيل ماشي شهاد لا يا استاذ لك شو عم تعمل استاذ ارجع ارجع لك من غير زرقوف شو عم تعمل ليش هيك ليش هيك عم تعمل يا استاذ الناس حلو جواته ممنوع لك هيك بتحطني بموقف صعب يا استاذ بترجع اسمع عم اقول لك انت ما رح تتقلع بالعكس تماما رح تترفع يا استاذ لا تعمل هيك انا ما بدي انفصل من شغلي ما بدي يصير معي بترجع اسمع انا اولاد صغار ما بدي يفصلوني من الشغل بترجع يا استاذ لاولادك كمان اذا بدك بس اسمعني شوي بس مشان الحب ولا يهمك خلص خلص لا تاكل هم ابدا لك الاسانسير وقف شو صار ليش هيك معقول فجأة حدا يساعدني طولي بالك أنا كتير خايفة لو سمحت حول الباب أنا ما بتحمل جوا ما بتحمل وقفة الأسانسير الأسانسير وقف أنا قلبي رح يوقف شغلوه بسرعة شغلوه بسرعة أنا ما بتحمل وقفة هون خالتي ثانية رح أتصرف طلعي ليكني رح أكبس الزر هذا زر الطوارئ إيه ورح يجوا فورا ويطالعونا ما بدي موت هون بالأسانسير ولي أنا كتير خايفة فوق ما بتتصوروا شو يلي صار؟ طيب في عدا هون ممكن يساعدني؟ هدي حالك خالته طولي بالك اهدي أنا علقانة بالأسانسير في حدا يساعدني؟ هدي أعصابك خالته ما رح يصير لك شي ما في داعي للخوف بس هو صار له زمان كتير موقف وانتو ما كنوا عم تعملوا شي خلصنا خلصنا خالتي هولي هذا اللي ناقصني ليش انطفت الأضوية كمان؟ شو بدي أعمل هلأ صار عدم كتير وأنا مو شايفة شي ما رح اتحمل أكتر من هيك